صافا منى اذن المشاهدين شفتي فعلا مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من قلب المحمديه. الان معايا اليوتيوبر المعروفه منى التاويل. اليوم جو عندها تبارك الناس يعني دائما كيسمعوها في جميع المعارض ديالها وخصوص معرض صقلية اكسبو في المحمديه. جو عندها لا من المحمديه ولا من خارجها غير باش يتلاقاو بها، وهي فرحانه اليوم، فرحانه وسطهم، فرحانه وسط حب المغاربه عليها. منى اختي مرحبا بك. شكرا لك، الله يكبر بك يا ربي، وتبارك الله على صقلية اكسبو اللي جمعنا المرة الثانية. هذه بوغ لا دوزيام فوا، وحنايا كاينين في اسواق السالم المحمدية. تنشكرو وتنقول الله يحفظو، وشكرا لكم انتم اللي جايين عندنا المرة الثانية دابا، المرة الثالثة. الثالثة. كازا وهنا تبارك الله على الشباب، الله يحفظكم يا ربي وشكرا لكم. منى الناس اليوم الحضور ديالهم يعني اليوم أول نهار للمعرض، كيفاش راك الحضور ديال الناس في هذا المعرض المحمدية والصقلية؟ أول نهار للمعرض المحمدية عندهم الناس تبارك الله معطاء، الناس تبارك الله تتبغي الجديد، تتبغي فين تخرج، تتبغي فين تشوف، خصوصا من تيكون معرض فيه 60 مرا و60 ستون، 60 وحده، كل وحده شنو عارضه، كل وحده المنتوجات ديالها كيف دايرين. اللهم لك الحمد، من تيكون التنوع تيكونوا الناس، ومن تيكون واحد الفرصه لينا فين تنعطيو، راه حنايا تنحطوا كل ما جاتنا. والله يحفظكم يا رب. واش راك اليوم فرحانه وسط الناس كيجيو عندك؟ كاين من المحمديه وكاين اللي خارج المحمديه، كاين من بن سليمان، كاين من كازا، كاين تبارك الله من عين سبع. اللهم لك الحمد، كاينين الناس كثارين تنقول لهم سيروا الله يحفظكم، وتتقول لكم منى التاويل الله يحفظكم، وديما الحلال الحمد لله. شنو تقول للناس اللي يجيو هنا للمعرض؟ تنقول لهم راه فرصه هذه، راه حنا حاطين منتجات زوينه، راه ماشي اي حاجه، راه بنات تبارك الله بزاف كاينين. المعرض راه غادي يبقى حتى لاندي، لاندي راه ان شاء الله اثنين غيكون جوب تيغي، غيكون ان شاء الله النهار كله غادي نكونوا هنايا، وتنقول لهم الله يحفظكم ومرحبا بكم عندنا، مرحبا بكم في المعرض ديال صقلية اكسبو اللي كاين في اسواق السلام المحمديه. شكرا، تبارك الله عليك، الله يحفظك كما كتشبعوا. منى التاويل حتى هي يعني خدامه، الله يسهل عليها، فهذا تشجيع للمراه المغربيه، فزوينه المراه المغربيه اللي خدامه على راسها وكتفحش على راسها، خاصه كيجيو يعني للمعرض صقلية اكسبو حاليا للمره الثانيه ديال الدوزيام ايديسيون. مازال ان شاء الله كاينه تخوازيام ايديسيون. شكون في المحمديه؟ ان شاء الله تخوازيام ايديسيون كاينه في وجده. في وجده ان شاء الله، كنتمناو التوفيق لجميع النساء المغربيات، فمزيان اننا نشوفوا المراه المغربيه ناجحه في المجتمع، يعني شحال هذه كانت المراه المغربيه حبيسه المنزل، كانت بصري الدار والشقه والكوزينه، فاليوم كنا كنشوفوا مثل هذه المعارض اللي كيشجعوا المراه وكيعطيونا المراه المغربيه بطريقه اخرى، انها ناجحه واش تقدر ديفلوبي راسها، واش تقدر دير ماركه، واش تقدر دير محل، واش تقدر تنجح فيها، فالله يسهل لجميع النساء. مباشر من قلب المحمدية إلى مباشر آخر إن شاء الله.